ورجعنا في فيديو جديد من رحلتنا في تصميم البندقية دراجونوف. اعتقد ان احنا كده المفروض نبدأ في المعبد دوت. خلونا نبدأ على طول، اضغط واحد من الكيبورد عشان اروح الفورد موف، وبعدين تاب واخدين اختار ايديت مود، وبعد كده زي والواير فريم عشان كل حاجة تبقى واضحة قدامي. هبدأ في الاول اظبط الخطوط عندي مع البريفرنس. تمام كده. حاجة بص، انا ممكن اعمل سلاش من الكيبورد او اضغط سلاش من الكيبورد عشان اخدش اللوكال فيو. هبدأ بمنتهى البساطة، هساوي الحدود اللي بره بال البريفرنس بتاعي. هبدأ كده بعدين اجي على الفيرتكس دي وبعدين امسحها، مش محتاجة خالص، واجي هنا ابدأ اكمل زي ما انا شغال. كذا هبدأ اعمل لاين هنا، هيبقى بتاع الكات دوت، القطع اللي في النص دوت، واجي استفيد منه ان انا اعمل وانا عندي الجزء بتاع القطع ده، واكيد هيبقى عندي ده كده، واحاول استفاد منه في الجزئية ديت. كذا ونفس الكلام في القطع ده، وبرضه هحاول على قد ما اقدر استفاد منه. هاجي اضيف تو ايدجز هنا عن طريق كنترول ار من الكيبورد، وهنا في النص عشان اقدر اعمل الكيرف ده. هكذا فداني الشيب اللي انا عايزه. هضغط بالكيبورد كنترول واحد عشان اقدر اعمل السموز او السب سيرف موديفاير واحد. تمام، هبدأ أبص عليه كده. تمام، هرجع كنترول وزيرو تاني وأبدأ بقى دلوقتي أعمل كات للجزء اللي المفروض هيتقطع هنا. هكذا بعدين اختار الفيس عندي.
المفروض دي كمان تظبط شوية. واجي اختار الفيسز ديت، وبعدين اكس فيسز ريكورد. هلاقيها عملت لي فجوة هنا اهو. هبدأ اقفل كل ده كده، اختار الايدج ده مع الايدج ده، وبعدين اف من الكيبورد، وبعدين اضغط على الاف ده الايدج ده، واف اف 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 وقف هنا. نفس الكلام هختاره الايدج ده والايدج ده، وقف واكمل الرحله بتاعتنا في قفل هكذا. لو انا ضغطت كنترول واحد هبص على كده، محتاج بس هنا ده كده عشان يديني القط ده. والمفروض اقفل اضغط 2 هاجي بعد كده اقفل الجزء ده، اختار فيرتكس 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 ويف ويف، وبعد كده ده وده 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 ويف. هاجي بقى بمنتهى البساطة هضيف لاين هنا واضيف لاين هنا، وبعد كده هاجي اختار دي كده. اول حاجه اختار الفيس ديت عشان واضح ان انا لازم اعمل اكسترود، وبعدين من هنا ومن هنا ومن هنا عشان اعمل الكيرف ده. وطبعا ده المفروض هيجي ده لان المقبض يبقى كده. وبعدين هاجي اعمل جزء البلاك دوت، اختار الفيسز دي وهعمل المره دي شيفت دي مش هعمل اكسترود لان ده اصغر شويه. شيفت دي وبعدين اس حاجه بسيطه، وبعدين اي وبعدين شيفت هايت، وبعدين هاجي امسح الفيسز دي كلها. لما امسح الفيسز اللي في الناحيه ديت فيس هلاقيه ظبط لي كيرف اهوت بالطريقه دي. لو انا جيت هنا الت هايت وعملت لاين هنا واخترت الجزء ده من اول هنا من اول هنا لغايه هنا وكنترول واختار، وبعدين هضغط وجي وزي بمنتهى البساطه كده عشان يعمل لي راوند هنا بسيط. تمام، في دي برضو انا محتاج ان انا اخليها مستويه شويه، فانا هاجي هنا هعمل نفس اللي انا عملته هنا، هاجي
ايه او مش محتاج، مجرد بس ان انا اعمل ايه للجزء ده الاقيه ظبط معايا و خلينا نرجع للمود بتاعنا كده نشوف هيبقى عامل ازاي. طبعا انا عايز اجي على دي وبعدين جي اكس وبعدين جي واي اكس برضو. انا عايز بس دي تظهر شوية، اضغط كنترول وبلس عشان الاتنين دول ما يخبطوش في بعض، وجي واكس وبعد كده هاجي على الايدج ده وده وبعدين اسحبهم شوية عشان تقفل ديت جي اكس، ونفس الكلام هنا جي اكس اعتقد ان هو عايز كمان طين هنا جي اكس هكذا. ابص عليها كده عندي الحتة ديت انا مش مقتنع بيها اوي، ممكن اجي هنا وبعدين هاجي هنا الأربعة فيرتكس دول وإف، وبعد كده الإيدج ده وبعدين الأربعة فيرتكس دول إف، وبعد كده الإيدج ده مع الإيدج ده يجي في النص اهو الت ام ات سنتر، وبعد كده ناخد ده الايدج ده ونقفله مع الايدج ده اف عشان اعمل فيل، وهنا اف اعمل فيل حاجه زي كده. نبص عليها كده اوكي ماشي شويه، بس انا شايف ان ديت كنترول ويل جي اكس انا ادخلها شويه كده، شايف ان كل ده جي اكس يخش شويه كده حاجه زي كده، وديت اعتقد ان عايزه لايت هنا حاجه كده تمام. بعد كده خلينا نخش على المقبض اللي فوق دوت، ده بمنتهى البساطة هاجي هنا على الجزء ده وده وشيفت اس كورسر تو سيلكتد عشان اخلي الكورسر بتاعي هنا، وبعد كده هعمل شيفت ايه و نفس الشغل بتاعنا ده كل مرة، هضيف سلندر وبعدين اس اس وبعدين دلم الكيبورد عشان اعمل فوكس عليه، وبعدين ار اكس 90 و ار زي 90 وبعدين اصغر وبعدين اجي هنا وبعدين جي اكس تمام. هاجي بعد كده جي زي اشيل الجزء ده من تحت مش محتاجه خالص تمام، هاجي على الايدج ده
او هعمل اي وبعدين اعمل اس زي وبعدين جي زي تاني عشان يديني الشكل ده. تمام. وبعد كده هعمل اس اكس واي سوري حاجة زي كده، طبعا هخليها سموث سموث كده. وبعد كده هاجي على ده وده، طبعا هاجي الاول اعمل كنترول اي روتيشن اند سكيل، وبعد كده هعمل كنترول بي عشان اعمل بافل. حاجة زي كده بس ده، وده هينزل تحت شوية جي زي واس زي حاجة زي كده. بعدين اس اكس واي عشان خلينا نبص على كده، ممكن دي تكون الناحية دي أكبر شوية، ممكن اس وبعدين جي حاجة كده. طيب عندي كمان ده اللي يجي هنا، وبعد كده هاجي على ده وده وي واس فلاي عشان، وبعد كده هختار individual. ايه الفرق بينهم؟ ان هيبقى البيفنت بوينت لكل واحد مختلف، فانا هعمل اس واي هيعمل سكيلل ده غير سكيلل ده، فيتساوي مع بعض الاثنين. طيب هاجي اضغط على كنترول اي كنترول ال وبعدين في كنترول في وبعدين سموث فيرتكس شيفت ار اكرر لا كنترول في سموث فيرتكس حاجة زي كده جي زي جي زي تطلع سنة بسيطة وبعدين جي زي وبعدين جي زي ادتني الشكل اللي انا عايزه. هاجي بس اظبط بس الجزئية اللي تحت دي مش مريحة خالص، هعمل جي جي حاجة زي كده ودي جي جي. تمام. اجي هنا نفس الكلام، هنا اعمل جي جي واعمل جي جي وبعدين اسحب نفس الكلام اللي انا عملته هناك اعمله هنا، هعمل جي جي وبعدين هعمل جي جي كذا. طيب في تحت حتة صغيرة زيها بالظبط، تمام، فانا هعمل دبل كيت لها كنترول واي شيفت دي وبعدين اعمل اس. انا لسه عامله انفيجوال بيفيد بوينت انفيجوال، فاجي ميدل بوينت وبعدين اضغط وبعدين اطلع بقى فوق كده بسيط. انا ممكن اشيل ايه، ممكن اشيل اللاين ده واللاين ده اكس فيرتكس، وبعد كده ممكن اشيل اللاين ده برضو
انا عايزها فورمال شويه عشان ده خشب تحت اهوت، وبعد كده اس زي، وبعد كده جي زي اسحبها تحت عشان تبان. اس واي، بعدين جي زي، اس اكس، جي اكس، حاجة زي كده. تمام، نيجي بعد كده على الجزء القطع دوت. هاجي اضغط هنا، تمام، اعمل كنترول وزيرو في الاول، كنترول وزيرو عشان ارجع تاني من غير اي سبسيرف. اجي اضغط هنا، وهنا كده، وبعدين اضغط على الفيس، اكس فيس واكس فيس، وبعد كده اقفلهم اف 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 اف. لو ضغطت على واحد ابص عليهم كده، اعتقد ان دي محتاجة هنا لاين، وقصاد واحد، وفوق لاين، وقصاد واحد. ابص عليها كده، طيب انا المفروض ان انا اجي هنا اعمل لاين، واجي هنا اعمل لاين بالشكل ده، وتحت اعتقد اني محتاجة لاين، ونفس الكلام فوق. حاجة زي كده، وبعدين في النص هجيب السلندر عشان تديني الماسورة اللي ماسكة الستاند بتاعها، او مش عارف بيسموه ايه، شيفت اس، كورسر تو سيلكتد. وبعدين نفس اللي بنعمله كل مره، سلندر، واعمل اس، وبعد كده انا ممكن اعمل اس وبعدين 0.1 هتظهر قوي. تمام، اس كمان، زي، وبعدين ممكن اشيل الفيس ده، وبعدين نفس الكلام في الفيس اللي تحت، والت هاي ترجع تاني، وبعدين اس، وبعدين جي، وبعدين اس زي، هكذا ادتني الشيب بتاعي. تمام، يبقى انا قدرت اعمل الجزئيه دي. طيب بعد كده عندي الجزء اللي هو بتاع اللي بيعلقوا بيه دوت. تمام، ده باذن الله ممكن نسيبه الفيديو اللي بعدين. شكرا، كان معكم اسماعيل في NCS3D.